وهلا طلاب حلوين، بعد ما عملنا مراجعة بالأحرف من خلال الفيديو النشيدة، هلا نتعرف على الحرف الجديد المطلوب منا وهو حرف إي. إي كابيتال، إي كابيتال، إي كابيتال، إي سمول، إي سمول، إي سمول. وهلا الكلمات المطلوب مني حفظها في الكتاب: إج بيضة، إج بيضة، إج بيضة، آي عين، آي عين، آي عين، إليفانت فيل، إليفانت فيل، إليفانت فيل، إريزر محاي، إريزر ممحى أو محاي، إريزر ممحى، إريزر ممحى يعني محاي. وهلا طلاب الحلوين، بعد ما تعرفنا على حرف الإي رح نتعرف على طريقة كتابة حرف الإي كابيتال والإي سمول، وهي كالآتي: أنا النقطة عندي بتبلش على السطر، بنزل خط مستقيم للسطر الأزرق، من السطر الأول من عند النقطة بطلع شحطة لقدام خط مستقيم، نص السطر خط مستقيم، آخر السطر خط مستقيم. بنلاحظ طلاب الحلوين إنه أنا السطر عندي مسطر أربع أسطر، السطر الأخير ما بكتب عليه. وهلأ كمان مرة طريقة كتابة الإي كابيتال، وهي كالآتي: النقطة عندي على السطر، بنزل خط مستقيم للسطر الأزرق السطر الثالث، هلأ من عند النقطة بمشي لقدام خط مستقيم شحطة صغيرة، وبمشي من النص خط مستقيم، وبكتب من آخر سطر كمان خط مستقيم على السطر. دائما بنت الكتابة تكون على السطر. وهلأ الإي سمول وطريقة كتابتها كالآتي: النقطة عندي بتبلش من تحت السطر، تبهتوا تحت السطر، هلأ برجع أرجوع لورا خط مستقيم، بطلع لفوق نصف دائرة وبسحسلها لتحت على السطر، وهي كالآتي. كمان مرة طريقة كتابة الإي سمول: النقطة عندي بتبلش من تحت السطر الثاني، برجع رجوع لورا خط مستقيم، بطلع لفوق نصف دائرة وبحاول إني أنا أسحسلها، تسحسل على السطر الثالث. إي سمول، إي سمول، إي سمول، إي كابيتال، إي كابيتال، إي سمول، إي سمول. ولا طلاب الحلوين، الواجب المطلوب منا على الدفتر كالآتي: إي كابيتال، إي سمول، إي كابيتال، إي سمول. وتعلمنا سابقا كيفية كتابة الإي كابيتال والإي سمول، ورح نعيدها للإفادة. النقطة عندي بتبلش على السطر، بنزل خط مستقيم على السطر الثالث، من عند النقطة بمشي لقدام خط مستقيم صغير، وفي النص خط مستقيم، وآخر السطر الثالث خط مستقيم شحطة صغيرة. والإي سمول حكينا النقطة تاعتها بتبلش تحت السطر الثاني، بمشي لوراء برجع رجوع هيك خط مستقيم، وبطلع على شكل نصف دائرة بسحسلها على السطر الثالث. والتمرين المطلوب منكم كلر، لون يا طفلي الغالي، ونحاول إنه إحنا بالتلوين يا مس ما نطلع برا، ويعطيكم العافية.